زيتون محمود عبد غادر السلام يا دمانتي سودو هذه لكم ما سن هذه عناه قال قاد ميلان هذا الكبر لا باكر الله وربحين بان ربنا سيدا سودو هذا دمانتي لكم ما سوى واس كتقبلوها قبلوا فرح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله متناين حس كورة سعيب كيس قرش ودرس كيس كله ولا وراءنا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع الشورية بنوين شنطة بغبغوري سودو هذا دمانتين سيشير قري عجلدا قرسية بيت والبا يا مال والبا كتورة يدكو ماسن آذية هابي نيو يير بعد الله هاي سنة عصب غفر بميش وجوغو سودو هذا آذية عبد الرساق وكسرام هيا أخي محمد أذيقنا سودو كلا وأخيارت اللي سواي ليبان تكر أذيقنا سودو كلا يدبكو سلام هيا إبراهيم محمود وأكسرامة هي هذه رسوله عبد الوهاب نور يوسف سودو آذية لما أنت وادي سودو وين هي مقعدينا حب حبضوا مش شيء كرول لكن أنت هالشيء آذية سودو هذا شير قرية جارسية بيت والبكو طورة دل كأن الصومالي وحاوي قعدت كبحي أرما وحساسي مدلة بس أنا مسلم تو يارس بنا مسلم وشبهين أفكه يسني دل كمال الحب كدعها يا دي أنت سيد الله قصي آمسو وأنا مجرد ساي وراح معك دعيب وسيا سيا هانو وسيا مسنانو وعوي الصومالي والوكلة تجاية وأنا كادرين تي الصومالي لها دتك الصومالي دها الصومالي أسكرها وأنا يدبو صن غضاوي دتك الصومالي أسكرها حقلياش الصومالي موادنين تي الصومالية جبر يويل راس عسير راس كامبوري هي مقدسه هي محوها بورمي هي هيران ملك ستيج جوابني صن وأنا يسود وهذا نماتي سود وهذا وعربنا ماشي وحمر هيان ومد الصوماليات هنا كبر رجال دورينا عبار بارسكا مسيرة وعلي مسو افكا قبصدا شب اسكنها لكن حالات ماشي مريسو يدق دقي فراها بدلا ودو جدينا ديات وعاوي بارلوانك الصوماليا مات وافريستي وحم معنا له وضلك الصوماليات لو بد بادين هيو ما يسوق بنين بارلوانك الصوماليات وحاهر يمد مدعواني قرك وحمد الصومالية دول كذي بدأ ذي اللي قبض بهذه هي ما يصير سوق قد بنين أذيات ومد الصومالية ملك استأي جوكتو دول كان إديكا إسكاله بدنا إديكا إسكاله أو يدين بعد حال إدي كسر جرسي والله بينا بينين أو وجا هذيك أو وجا قبيل كود دوره هنقضه أما وقوي هذا جنادو أما كونفور هذا جنادو أو وجا بعد دول كان حال هنك كسر جرسي سياسي قاجيسن بختنا هيو أفكا مقرر إساي أورا هيو إيه قاجيسن إلا الدوليسن هيو إلا بهدنا هيو رول كاقا إنو سنبيحين كريوانا حقيقي ناوي هذه وعارب ومدى الصوماليات وحير إلا كدب قيو أريمت اللي حريمت سأل الله سعوتان مالين دو تجبوتي وحا كشري ما مراه هرقيسا يعني كان هذا مقدشات جوغو إيه عشق محمود ليران وأنك مقدسات جوغو إلا يراد حسن الشيخ محمود إيا مقرس إسماعيل عمر قيل الله وحي كشرين ماشا اللي يراد جبوتي وحاد أغيدين وديد عذا كدا وريسين إن مدحواني قرنك الصوماليات وأقراضي إن عرنك الصوماليات لقريو وبرناك الصودي كورن كي برتاسي وذا فريستين مسبيحي إيا أنك اللي يراد إسماعيل عمر قيل الله يا حسن الشيخ محمود سيدات قضوا بكسب بعد سيدات قضوا وقفك الصومالي قا أغلى أصحاب قا أكاديمي قا سياسي قا أروح معنا وفرم وسيدات قضوا بدي وسيدات قضوا وروح معنا ويسوكر إلى هيان يشيش واحد اللي وش يكر يعير هذا سيدات دا قضوا بالصومالي لأن يا صومالي وهذا هذا كذي كسب بعد لبا تطبعات إلا بس عضو تكدبنا ما مران نجهر جي زكاء وعقدك تجبوتي وعقد سو كدك وحو صحيح هاي هشيس بدة صومالية لقو بحين هاي لباتن كيلومتر انقنع ساهين لباتن كيلومتر او مقرر ساية هشيس او اه مركز مقالة انا هين لباتن كيلومتر او اه ان عيدة مدى بدة اتوبية ايدك دوران برتا ايضا اوي صومالية كع وذوردان وضيفتان اي كع حاز الشيخ محمود مدعوينها الصومالية هذا كاع إن أقنى هاي سيدو كويب سيدو كويب دولة سعطة ماشا اللي يراد مقدشو ما أنت مواد الصوماليات أو الصومالي لماذا آمسا
الدولدن هدا وحسن هو جاميو دليل كرم مقدسه كمسكرو دقيس لك كمسكرو سبب تعدو اسكت يا إنه حسن ما أنت الدولد دي شت دليله حبت بع ماذا حلقت نفرها هي ولا دي هي وربقها هي من حواليه صوماليات وحكا الله بارلمانك وحيري وحكد عي باش اللي يري هذا السبب إثيوبيا يا شيس كأموسبي حجري أنا جورك بهاي ومدحوني خرك هسا أورا هي دقيست هادو سو حكا وجين وهذا البامبوحة وعار ربنا وربحين إذا سيو سود وهذا شرقري عدلدن هادو سن مدحونا وحنا كا وجين الله خيامي أو وباء وباء أوي هاي إلين ما أنت تضل كاني يدل كاني الصومالي اللي قصوا عاد قد بيه وحقوا حيرين هيا وامح صومالي ده ويدين هيا حديب حسن ودو هري هي وسوح بقى وقين أو الله خيامي أو إر لقو خيامي أو قبيال لقو خيامي أو صومالي هي وحما أنت وحيرين هيا إيه بارلمانك الصومالي إيه قوانك قاد الله إتو دع فريشتة أولا يهي وحاوي تاكد نلقى النقى اللي قادن مايو نلقى النقى وحاوي وحبا كمان وقين وحيرين هيو حاسس الشيخ محمود وامع إلين إثيوبيا وي عبدي ستا وحي تري نلقى أنا ولا باتك كيلومترا إن مصبي حكاسي حضي عيد الملتاري بس دجسر هيا صوم دحويرا عدو سوى حبا كوغين أو صومالي سحي هاي أو صومالي بيورو هاي أو صومالي إر سمارا أو سرهين أو صومالي مادو وي كويت هاي أو دولة نبادا يقارك اللو داري كويت هاي وحايا هنا صغا أو في الله صومالي يجو إنو سفير كا صومالي يجو قاعد سبا ويارو يرا سيد دك دك أه مدى الساعة على كوبرة دلك كوسوغل سفير كا إثيوبيا إيه حمر نحفة ديالا وحا يدينو يراد سيد دك دك دلك وقبح علاقات إثيوبيا برتا يتين لغو درو وضا هذا العالم اللي آذاه لكن حاسة وحو هذا بارلواكي صوماليين وحو يري إنو دجية إنو دجية أنا وحو كما وقي نادية أنا وحو يدي غضو بيرا هيا رونتا يدي شيك هيا حقيقة نبتا وحوي حسن شيخ محمود وانك بدينا صوماليا ما تبحيه وي قبيالتنا وكو بحيه أرغو ما قبضو ما عبصدو ما ردول كايغا انت لغو سوحا قد بايو نين قبارا هيا ورانا هيو وحيان حيارين هيا رئيس الوزارة هاسكو ريرنا هيا ندنا هيا ميه انا دقبرو لكن وحان اوغا هيا حقيقة وعوي حاسا شيخ محمود مركا اومانتا اللي هيا موصبي حبا حلكا كدعي موصبي حبا خيانا قاري موصبي حبا بدي سيحي موصبي حبا وعشبي موصبي حبا مر هرو سيحي عبادة صوماليا ايا دولك صوماليا اتو بي احساقا نحضو دعينكو مجرين عيد كل حجرتي إثيوبيا إيه هرقيسة نحضو ذا كجرتي ما تجري نادر معنا نقش كنا كيما لدى ويتجبوتي كتنعي إيه حاسة شيخ محمود على كالصومالية لو ديدي إلا وأك صورو لو ديدي على كي يقرني ماذي صومالية إن برتاي كالصوم موقتو إيه موسبيحي إيه إسماعيل عمر قال لي وذا فريستان هشيس كوحو أها موسبيحي ستوصو وقوشاقي وحو يري برتن مركان عليك وكتنا ماذو إيه هل كان الشركة وصوتنا ماذو إيه هل كان كوكرا تقنا إتوه بيان هذا هيا مو نيك اللي يراد عاسا الشيخ محمود واحد اديك كونفورت كورا هذا اللي يا واحد هويه يا دارود او شيغري اداي كو تالا كو يري بلغيش والله يدي قرين هيا قياري انغو ما اوغين كوركا دايتيرس والله كوركا او انت انت وها لا يراد يا حاسك اورد او لا ويري كونفورت هويه يا دارود واحد او شيغيسيد اداي كو تالا نيك اللي يراد عاسا الشيخ محمود شركا مركا او دمادو halkan aan ku kala tagno aniga adisaba hata argaysa ku noqon maayaan lagu yiri waxaan ognahay waa wax banaa ka yeelo waa xaqiiq jirta wey xasan sheekh maxamuud maaliku xukunka qabsaday waxa olol loo galay in qaranimadii soomaaliyeed wadaniyadii soomaaliyeed soomaalinimadii ma garanaysay la yagleelay in la kala daadiyo oo yiraahdo qabiilada soomaaliyeed oo ka calaamo sameysta إلا يرادو إرسبارو 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 با 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 قبيالات هلا كعية هير كل قبيالات كور هلا كعية قبيل كالا كشاك كعية دات كو حاوية قبيل 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 واحد الشباب إلا با 10 كيلومتر إتوبي نوكا نغات نغي صدقا حسن شيخ محمود والله وبالله وطلع قف مسلم باراي مقف مسلم الصومالي بارهاي حاسة شيخ محمود أياد بدل نذا قدري إن إثيوبيا قادت
sababtoo Muuse Biixi Cabdi waa inay xilki ka dhamaado weey waa inaan mandate haysanin weey waa inaan magaraysaa maanta kalsoonida shacabka waqooyiga aan haysanin weey Muuse Biixi Cabdi ninka Hargeysa mas'uulka ka inuu jigjig meesha la yaadi sababa uu tago oo Itoobiyaanka saxiix la galo oo Itoobiyaanka wada hadal la galo cid ka hor taagnayd mare soddon sano Itoobiyaanku sidaa isugu dhex jireen soddon sano sidaa isu dhex taagnaayeen soddon sano sidaa isu dhex wareegahayeen soddon sano sidaa isugu balaaqanahayeen soddon sano axmaaradu ku fidaysay Soomaaliya meel kasta ay joogto bal laga Muuse Biixi Cabdi ninka heshiiskan u diray ee ku yiri orodo waad fasaxan tahay calankii Soomaaliyeedna waan qarinahaynaa orodo ma garanaysaa ee anaa meeshan dhawaaqa ay Soomaalida ka socdo cid iga daba hadli kartay cid ma garanaysaa anigu doodi gelin kartaba anaa dhahaya ninka yiri waa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamed dhegeysaarka ra'iisul wasaare wuxuu ka dhigtay inaan awood lahayn bal hadalkan aad u dhageysta intaasan cabursanayn oo raamusnayn oo shib ahayn oo ummadda Soomaaliyeed islayn war duqbilow dalka Soomaaliya afkaaga ha ku burburin ra'iisul wasaare wuxuu ka dhigtay nin maskiir oo qabuuraha taagan nin maskiira oo qabuuraha taagan oo tusbax wato oo faalloorahay meyd baa baxsaday meyd baa dhintay meyd baa soo noolaaday waxa weeye caruurtu ay ku hornayaan Soomaali xaggee ku aragno war dalkaana iskale waa dalkaygii weeye waa Soomaali baan ahay dhulkayga inaan difaacdo dhulkayga inaan u dhinto dhulkayga inaan u istaago dhulkayga inaan runta ka sheego waxaa weeye waa waajib isaaran oo cidna ma garanaysaa yaana uga daba fariisanayn weeye ra'iisul wasaarayaashii Soomaaliyeed ee la gorgortami lahaa ee dalka Soomaaliya siyaasadiisa karkarin lahaa ayadoo inta ka xuntabay Itoobiya damci weyse haro inta ka cun oo Soomaaliya ka liidato oo ay ku meel gaar tahay oo Soomaaliya awood lahayn iyo Itoobiya damci weyse laakiin waxaan waxaa weeye wax aan ognahay oon la socono waa sheekadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur MOU-gii badda Soomaaliya Kenya lagu siiyey mid la mida weeye sababtaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweynaha ballagay sadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa la diray waxaa la yiri orodo MOU soo saxiix ninka Muuse Biixi la yiraahdo MOU-ga is-afgaradkan hadda la saxiixay ee la qarinahayo ee ilaahay ka hadashiyey ninka la yiraahdo Muuse Biixi ee u yiri 20 kilomitir oo ciidamada badda ee Itoobiya degaan baan u saxiixnay uu leeyahay waa mid dowladda Soomaaliya ay ogtahay wey waa mid qabiil lagu bixiye wey waa mid irir ahaan lagu bixiye wey anigu been sheegi maayo waa mid irir ahaan iyo qabyaalad iyo qurun iyo xaasad aana Soomaaliya maanta diyaar u ahayn lagu bixiye weeye Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar Geelo waa laba nin oo isoog weeye waa saddex nin oo isoog weeye waxaan aamini lahaa Xasan oo Soomaali badan oo aqle u saaxiiba maanta aamini lahayn fiir Itoobiyaanka ciidankooda waxay ku sugan yihiin baydhabiya Kismaayo ku sugan yihiin waa ciidamada Itoobiyaanka ayagoo aamisoonta ka tirsan waxaa weeye safaaradda ugu weyn ee Afrikaan aan darisnahay ay leedahay bay Muqdisho ku leedahay Xasan hadduusan ogeyn oo san irir Soomaali ahaan badda Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed maanta iyo qabyaalad aan lagu bixinin la dagaalan qabaa'ilo kale oo Soomaaliyeed la bursanaya aan lagu bixinin Xasan Sheekh Maxamuud maanta ummadda Soomaaliyeed waxay aamin lahayd mar labaad ba ku celin lahayd waxay aamini lahayd inuu si degdeg ah safiirka Itoobiya ee Muqdisho ku sugan inuu yiraahdo dalka uga baxa dalka uga baxa lama oran balaanka dhageysta lama oran inay wax khayaara jirto oo la qadaba jirto taasaad ku ogaanaysaa sababtoo ah Kenya markay annagu nagu soo xad gudubtay ee dowladda dowladihii ka horreeyay aan ogaanay waatan dowladda Kenya safaaradeeda rarnay weeyaan waxay Kenya ku soo xad gudbaysana waxay ahayd ee safaaradda loogu dirayay madax banaanida jiritaanka dhulka Soomaaliyeed ayay ku soo xad gudubtay dowladda Itoobiya oo maanta si waaqac la arkayo oo weliba public ah ummadda Soomaaliyeed madax banaanideedii ugu soo xad gudubtay oo military inay rabta dajiso bad Soomaaliyeed iyo dhul Soomaaliyeed iyo ninka la yiraahdo Xasan Maxamuud wuxuu ku leeyahay anigu waxba maan ogeyn haddaadan ogeynood maanta Muuse dacaayadeenayshid oo shacabku inay ku mashquulaan Muuse aad doonayshid adiga aadna ogeyd in Muuse waqti ka dhammaaday maxaad ugu la kulantay Jabuut Xasarow waay aad u ogolaatay inaad Muuse Biixi Cabdi Jabuuti kula kulanto adoo og inuu xilka ka dhammaaday adoo og in heshiisyada socdaan adoo og ma garanaysaa inay qabyaalad dalka Soomaaliya in loo burburiyo la doonayo adoo intaasoo dhan loog soo kinif intaa tiri irr Soomaalaha intaa tiri soo Jabuuti maada tegin
سو اسماعيل عمر قال له هذا شر سو عليك الصوماليين لا مديدين الا سو بندق سو لا مديدين وخي برتا لوغه ودا هادلي ان الى عدا لو سو بندق 78 قودو باي سو بندقين لغي سدل نيكا ديي سلاي وخو 8 قودو كافراد وحا لو يري صوماليا يا صوماليلان وخي ما غرانيسا اذا عدا اني سوور خن اسمر ان اي سو قوراله خخن بره بولشاد اي سو معناها لا اي سو دغين با لغي و شهر غراي رنت لا شيغي رئيس الوزراء انا عاد حقوقه هايو والله اسكو رير بان لكن وخ او رئيس الوزراء كوغياي iya dowlad Soomaaliyeed uu ka ogaay male tusbax buuska wata garoonka koonis markuu tagana caruurta reer amalka ciyaal xadarka la yiraahdo yaa ku horay meeda ordi meeda ordi meeda ordi meeda ordi waa ra'iisul wasaarii dhanaawi meeshii la rabay dalka in la badbaadiyo dalka in hor loo wado dalka in ma garanaysaa meeshii laga keenay aan ogeyn meeshan anagoo nabad iyo nolol soo gaarsiinay aan ogeyn yaa waxaa la keenay ra'iisul wasaare qabuuraha fadhiya 24/7 wax uu ogyahay male ila baad ku dhaasay ma beetam saruti ma qabyaalad bandalkayga ku bixiya ma dhulkaygi Soomaaliyeed iyo badaydi Soomaaliyeed yaa waxaan iraahdaa Xasan Sheekh Maxamuud bida isku reer yihi buu ka dhibida isku reer bay buu ka dhigay dalkii aan ka amka wallahi fan uu soconahay dhageysta war dalkan Soomaaliyeed badan Muuse oo saxiixay adar macaane waxa ka dambeeyay aniga ka xamar fadhiya wi markuu ku leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxba kama ogeyn sirdoonka Soomaaliya asaga soo bageen ma hadsalaad ina adeerkoo isku qabil yihiin balagayso war Soomaaliland maanta anaga waxaan ku eedeyno iyo Muuse bixi waxaan ku eedeyno hab yaraatay meeshan ma taalo reer Soomaaliland waa mudaharaadeen wayna og yihiin waana muwaadini Soomaaliyeed wey war guriya haw hay 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 kii horena wuxuu yiri Xasan Sheekh Saliim Sheekh Axmed hadda koorna wuxuu yiri ani waxba ma ka ogeyn mugaaray ani waxba kama ogeyn kii kale ee dowladnimada Soomaaliyeed mar labaad loo dhaariyay mar labaad loo doortay oo umada Soomaaliyeed tir xasanow bil maqawa soo dhawow la yiri inuu maanta ila yibaado ari war kaba ogeyn see madaxweyne ku tahay gacmahan ku jaban ee maalin walba gacan ku duuban tahay ee meel wax ka raacana garanayn ee diyaaradu aan sii socotid ayar waa la isogyahay waa wax lagu cadaadinayo kana dambeeyay shirka Ingiriis ka dhacay ku noqnoqoshada gacmaha laga jibinayo Xasan ee meeshan Imaaraad ka leeyahay ee ku qasbaysay weyn degi salka Imaaraadku ay ku qasbahayaan Ingiriiskuna ay ku qasbahayaan oo la yiri orodo tag meesha la yiraahdo Djibouti orodo ma garanaysaa heshiisan adiga aadan ogeyn oo Soomaaliya dabada ka riixin Itoobeelan ma gali karto Puntland ma gali karto Galmudug ma gali karto ee waa inaad tagtaa ilaa Soomaaliland saddo sanay bannaa ka taagnay cid heshiis military la saxiixatay ma jirto cid dhulka Soomaaliyeed ku hunguriyeelaysay oo hor imaanaysay ma jirin maxaa keenay maalkad adigu beesha la yiraahdo Djibouti tagtay ee aad Ismaaciil Cumar geel la gacmaha isqabsateen haddaysa wax ka dirin maxaa maanta keenay arrintan ayada midda kale marka casharow umada kugu diri maayo xamar inay qabyaalada waan ognahay nin aanan hawiyo ahayn xamar inuu san maanta ku noolaan karin siyaasina ka noqon karin waan ognahay adaa milinaayo u fadhiyaar waa ninki ku dhahay 17 ka musharax ee isku reerka war Soomaalinimo sidan ma noqotee ka daayay Soomaalinimo sidan ma noqotee ka daayara ku lahaa maanta xamar yaa hadli kar nin walba shu ku aadamaya ninka maanta Soomaaliga ee inuu dhirrada isku dayayo uu cabsanaaya uu baqahaya sababta dadka dhawaa wada naxmeenay wada aragtay Muuse bixi muxuu goyn karaa mise muxuu yiisa kordhin karaa nothing unless dowladda Soomaaliya ninka mas'uulka ka ah uu green light siin unless fiiri ina wax jiraan baad ogtahay isla markii baarlamaanka ku soorday ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud baarlamaanka buu gacanta ku dhigay wuxuu yiri kororka dhaqtiiris annaga ma ogolin in dhul Soomaaliyeed la qaato annaga ma ogolin baarlamaanka go'aanka qaadan la xataa saddex fariista inay shirin inay soo imaarin sidii UDP maxaa DP wall go'aamada looga soo saaray inaan looga soo saarin buu dhex fariista wuxuu yiri degdeg isugu imaada waxa weey waan oreyna iriraw wariyada dhageysoo yoyoy aru wax xaqiiq la idin sheegaya reality ku sheegtay wanniba ka Puntland joogow Republic of Puntland waa inaad ku dhawaaqdaa sida ugu dhaqsiyaha talada meeshay imaanayso iyo meeshay tagi doonta meeshaas weyn waana qaatubay state of Somalia republic ay ku dhawaaqdaa waa in koonfur galbeed republic ku dhawaaqdaa waa in Jubaland republic ku dhawaaqdaa ayar marka nimanka xagga joogo sayla cala waxa weeye Soomaali baa u gurmareysa dhulka la bixiyay dhul isaaq maaha
dhulka la bixiyo dhul hawiye ma dhulka la bixiyo haya ciidamada Itoobiyaan ka maanta loo soo feeray waa dhul gada biirsi ee ciise xataa badagar waa dhul nimanka gada biirsi weeyo dhulka nimanka gada biirsi fiiri isaga barbarada gar Itoobiyaan ka 20 km xig waa sii waayeen runta la si sheegaya maadaama Xasan Irir noqday qabyaalad dhulkii loo kala qaadahayo arimo oge ay taagan tahay dhulka daarada dhulkiina xajista dhulka degay la mari flo dhulkiina ku dhaga وأنا دولة كنا واخذان وي سوماليا وحلا يراد هابا يراتي ما دلت هذا المحال سوماليا وعاوي سار أركينا وي كلا نغاغضي سار أركينا وي كلا بحضي سار أركينا وي كلا سعطة سار أركينا ملفق بيقارتي قد بيرسينا سومالي با حلقا إلهي با كبير وانا سومالي والله يرين هيا إساق بانا مسؤول كان نغوكرين هوي أنا مسؤول كان نغوكرين ديلي مريف أنا مسؤول كان نغوكرين meeshay maraysa wan arkayna waalika bullan anoo Saciid Cabdullaahi Dari maana taageer sare waligeena ma tagay laakiin hadda waa taageer haya waa muwaadin Soomaaliyeed sababtoo ah waxa weeye waa nin dastuurka ku dagaalamay waa nin siyaasi wax fara badan oo anaga aan ogeyn og weeye shacabka reer Buundaaro soo celiya Dari 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 waa siyaasi rugcadaa wax badan og wax badan la socdo irkan la soo shaqeysta weey xasan uu dhageysan markaa waayay xawar maanta uu ka allah tiraadeen raisul wasaaraha qabuuraha fadhiyana meeshi waad geysheen waxyaabaha aad damacsantiin la loo joojin maayo dhulkii Soomaaliyeedna maanta aad ku bixinaysaan waa la arkayaa umadiina way u jeedaa xaqiiqda dhabta waxba shacabka yaa lagu jeedin Hargeysa iyo Muuse Bihi ani Muuse Bihi dib ima geysanin Muuse Bihina madaxweynaye maaha Muuse Bihina dalka Soomaaliyeed looma dhaarin Muuse Bihina awoodu ma leeyahay inuu bad Soomaaliyeed bixiyo Muuse Bihina Itoobiya Itoobiya heshiis laba gali karto Alees Ismaaciil Cumar Geelo Irir Sabaara iyo adoo Xasan oo Irir Sabaal la go'aanad gaarteen bu ninka barta ku tagay anigu waxba qarin maayo go'aan aad gaarteen go'aan idinku aad ku gaarteen meesha la yiraahdo Jabuuti iyo ku tagay meesha la yiraahdo Addis Ababa heshiiskan saas ku dhacay هذه يا حسن وعكله حلا قبل شيء كره وودني الصومالي ووريا حسن ودني الصومالي وكل ديرته سياسيين تقرب جوكته وهذا الكبلابة أنا وام باللابي هذا الكبلابة دواق باللابة مدن حسن على قيرة هالكم برقوا هم بليرة هي رئيس الوزراء بدحويرة صوص صعدو الصومالي مدين دور هالكم برقوا هم بليرة وانك يقول الرئي سرت قرحيوي وانك يقول الرئي تدواتن إلا بس عدود كهر انتو سنشيس كان دعين والله بيرنا تدواتن إلا بس عدود كهر حسن على قيرة رئيسة كان لو يري وردالك الصومالي دولة أم باكو صوص صعدو وردالك الصومالي دولة أم باكو صوص صعدو مقدسنا أي مرخاتي كتاي مقدسنا أي tay buu yiri dhageysa halka anu markii waxa weeye warin badirahay warin kaan dirahay waxa weeye reer Buundaaro soo celiya ninkii la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dari waa nin muwaadina waa nin Soomaalnimada u baahan tahay waa nin maanta anigu waxaan ka aaminsanahay wax ka duwan aan ka aaminsanahay waa ninka weena soo celisaan weey xaqiiqda dhabta waa inaan macnaha Xasan iyo Muqdisho dagaal la galnaa weey wa hadda Soomaalnimada doorayna weey raisul wasaaraha qabuuraha fadhiyo ee maskiinka wallahi bu sandaaroodna waxba u soo goyn karin muqdisho oo maanta uu joogana xataa gaarigiisa xataa albaabku isa iska furi karin waa maskiin qabuuraha fadhiyo oo caruurtu way ku hornayaa wey raisul wasaare waxaa la doonayaa awood la jaalinja garayso irkan iyo Xasiiq Maxamuud yaala tiga dhabta sababtaa badii iyo dhulkii iyo berigii iyo shidaalkii yaa gacanta ka sii baxaysa waxyaaba kuwan ka daran baa soo socda waa sida ugu dhaqsiyaha badan in xataa Axmed Madoobe anu hadda waxa muddo dheer baa Axmed Madoobe ka soo jeeda laakiin Axmed Madoobe hadda wuxuu Greenland ii siiyey maskiinkan qabuuraha fadhiya inaan xilka qaado intaan ogaadeen oo heli karna magac ee raisul wasaare waan xoqonay dee laakiin markii daarood la yahay ama digil iyo marif la yahay dad la jaalinja gareeyo oo dowladnimada Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya waxay ku badbaadeen suuxay hawiya markii daarood u gacan tahay hawiya baalash ka dhigay daarood markuu madaxweynaha dalka Soomaaliya hawiya baalash gareeraya oo yac 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 dhahay hawiya cid baalash gareysa waa in la helo waa daaroodka weyn cid tiraahdo oy 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 mugan muxugwaay joojiya ciidtiraad way leela raisul wasaaraha qabuuraha fadhiyo sida ugu dhaqsiyaha badan daarood Ismaaciil iyo digil iyo marif la meel walba aad joogtaan iyo xildhibaanada dalka ku jira haddaa dalka jaceeshiin oo dalkiina badbaado aad doonaysaan Xasan meesha boqortooyu ka dhigtay nin la jaalinja gareeyo oo la awood ah oo magaraysa miiska soo fariisiyo tallaabooyinkiisana ogaado waa sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qasbaa weeye ninka la yiraahdo Xaashir Maxamuud
أنا وأنت كبدًا وحاء سوي سان يا وحاء سوي إنه أنا قرن ماي أنا رير وحيقو قبل هذي ترى سنة كل كاسة إيجا قيمة بدن إثيوبيا ما أنت أقعدي أنا هيستا قومي سجى كوي سوى نغناي كوا ما أنت إثيوبيا كل كلينا يقول درا الدور هاي وأنا كورتك ناوي أنا في دي بارك الناي جارس يد كل كاسة وارية أقعدين بدكين وأرك سكيا كي قومي سجى نو هيا ما أنت مرك ما وحاي إلا أقعدين برئيس الوزراء كل كي بقى عن تكسي بحاي رئيس الوزراء قبورها فني كي هو يرى وما أنت إير وكل جرال لا يير مدح ولا يي إير وجفا قبيل كذا وهجان كوحيت قبيلة دويا مرك وإن دارات يدقري مرفلها حل بعنا داري ودي مغلسان سيدا وقولك سياها بدن حسن الشيخ محمود حكومة دنو ماشة كيسدي إيه مقعويال كأه إيه دالك قعان تكسي بحين إيشو وإن موشين دك دقال لغا كينا وإن كان بين كاسو هدد باللاوضاوي دل كينا سيكا لكم مبت بادها يو وإن ويما هذا الرئيس الوزارة عصب وإن اعتماد دايس الحساب تن وإن وحبدا لا يسوي دياوي وإن تن يحاسك إيه حسن فيري وزير كان رماها دي بدا قبل يسوى حاسك محمد حافظ الله قبل محمد الجهابة وزير كان رماها دي بدا سيردوكي دلك إنو شقيال الدور هاي دلك النجا عادة وكسو فوق لا أما جبوتي هالنقطة أما كيني هالنقطة أما صومالي هالنقطة الله يستقيل علي لها ما هالصلاة وكوان الله أو أنه قد عربي قا كوا يا ما أنت أفضل وذر كيسانو مقدسو إذا عادي يالي يا سياسيتي أفكا اللغة تاقيا هاي مدانا حسن تاسك وضا هايان ساكي دلك نمباوي عون نوضي هل نينا محجبك وجري نوضي هل ما نادا دقل يمرفلة حل وانا دارو اسماعيل واسيدا وقلنا خسيها بدن دل كان نجا يلا بدبادي هدا دوريشان دل كان نجا يلا بدبادي هدا دوريشان سيدا وقلنا خسيها بدن وين موشين دق دقة لكن الرئيس الوزراء هن واسيدا وقلنا خسيها بدن وين سيدا وقلنا خسيها بدن دق دقة حسن لو مدح وين ما انت موشين إذن بيه مايا كيرا إذن مايا لكن الرئيس الوزراء الله حساب تبو أو طلاب بدن وريا بقول دي مالك يبي يلا هذا كن ديار ضد برا هالشيء سيادة وقالها يا حسن يعد الله كل ماي وركب هين رئيس الوزراء مد قبورة الله دري وتصبح إسكوت وعروت إسكول لا إذا برصرة يسوي وإلا كان رئيس الوزراء حسن شيخ محمود برصرة هيو أو الله حساب تبع هيو أو ميس كفور بوينت فايف أو قيب سيك الصوماليات لو كل قرطبة هيا وإلا كيراوي رب الله روى ذلك إنسان باش وما شيء مريض ورنيك سعيد عبد الله يدري هالسعلي والله سعلي يا سعيد عبد الله الدري سعلي والسعيد عبد الله الدري أروي شنو العقنا يمسين كان بيك يسير كبدر لكن نكا سعلي أروي والله يا بنا مركو كنا قرا نكا اللي يرادو حمسة عبد بره أي كنا قرا يرا عاي عين قبيالات بي غضو حلا ورهر كنا قم حيكرنا لكن قبيالات دو هدايب ميل هو ستكيس ميل كورينا كقب سلاء وناكسن وردل كنا قعانتو كبحي وردل كنا ما تقعانتو نو قمجرو نكا نعاس اللي يرادو نسكعي لنا قبيالات إرسوارا قبيالات اللي يرادو أي كنا عد عسن تاوي بس دقل إيا مرفلة وهذا قيدين حسن إيا الدور الشديسي إيا محمد حسين ربلة واتي الله إذا إنكريح اللي بأن دينا ما أنت وانا دل كوهي لسان بيلاها دارو دارو اسماعيلو وادار كيسان دكرة وانا دموشين دق دقا سقاشن يكو حل بان كرية يا سعيح اللي قبها هي نقص دق دق تلات بويك ووري وادار كيسان تلابا موسق هذا بارلمان كالصوماليا إلي دلك كفر حيان بلدونا هي طلاب هذا ووري سعينات قادان ان دورينا وحوي سيدا قلنا خسياح بدن حكومة دن فديد كا ايو قامنا يا عمس عبد بره انت اقد لغا ساروي وسيدا قلنا خسياح بدن دلك النقوة سيدو كبت بادها يوي رئيس الوزراء حسن الله حساب طبعا مركو يما دلك الصومالي وحي مارس ورعازنا وضيارتنا الرعضي حتى اقو بدنان ان رئيس الوزراء صوت سعوده انه غرحي وسرتنا ور صومالي اسمت بادية الرمان بايد كسر السعودة اسمت بادية اما حل كيغان كوهي كان محو حل وين هيا محو حل وين هيا حتى هذيان هذا الكوائد كل ريجي وحبي أنا مصبيح اللي قد دقن وحبي أنا سومالي لا لح حجرن وحبي أنا دلك وقوي قد دقن اللي قد دقن وعاوي ولق إثيوبيا أنت هسي شيء سين لكن الشيء كان بدل اللي قص عيدي وأمين حسن الشيخ محمود يا مدحورة جبوت إسلوب يهوي وأمين أنقرصونين وي وأمين بناء كايا لوي هذيا بد ما دلك طلعت أنا قام بحيرة يا وحوي روعدا سياسيات بنا دبرو روعدا سياسيات أيارا طلعت هدا عم بحيرة يا وحوي بيلها الدقل المرفلة إيا انت الصومالي اني ماذا جعل إيا بيلها الدارود حلي بانا دوضا سيدا اقول نقصيها بدا بيشن هادا عن كدر نجان وري سيدا اقول نقصيها بدا فبر وري وينو سنة لقارن
نيكا مسكيكا علماء قبورها فدي الرئيس الوزراء دلك الصومالية استجمع عاب وينو يي ماذا الرئيس الوزراء شقيرة أيه وينو يي ماذا الرئيس الوزراء دلك الصومالية أود هذا بالانس جرين كرو الرئيس الوزراء أود الصومالية بالانس كدي كرو بالانس جرين كرو وينو دلك يي ماذا وي شخص كلي دلك هذا كسي دنو ودلك استسيد حسن وكره يا دلك نقل كذا نهيا آذيات آذ بيدي سلام هيا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.